لمناقشة أزمة النفط في أوروبا والضغط الروسي بورقة الطاقة في حربها على أوكرانيا، ينضم إلينا عبر سكايب من بروكسل الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منتصر البلبل. أستاذ منتصر، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون هناك خطة بمسألة الطاقة رغم اختلاف دول الاتحاد الأوروبي في موضوع يعني توجهاتها ونسب استهلاكها، ولكن في النهاية تمت الموافقة عليها. ولكن السؤال المطروح هنا أستاذ منتصر، بماذا يمكن تفسير هذا الإجماع الأوروبي في أزمة الطاقة رغم أنهم قد اختلفوا في تفاصيل كثيرة؟ أول شيء تحياتي لكم وللإخوة المستمعين. المعركة الأساسية تدور حاليا بين روسيا وأوروبا، وروسيا تستخدم حاليا الطاقة أو النفط أو الغاز بشكل ابتزاز لأوروبا. الابتزاز يأتي بطريقتين، الأولى هي ابتزاز أوروبا لرفع العقوبات عن روسيا، لأن العقوبات بدأت تأتي ثمارها في روسيا بشكل كبير جدا. والمنطقة الثانية وهي الضغط على القيادة الروسية أو القيادة الأوكرانية عفوا أو الحكومة الأوكرانية لعملية فرض أمر واقع موجود حاليا على الأرض. طبعا هاي نقطتين هامتين هن اللي حاليا بتستخدمهم روسيا ضد اوروبا. استاذ منتصر، في هذا المفصل هل يستطيع الاوروبيون ان يخزنوا حاجتهم من الغاز والنفط لخطه تخفيض الاستهلاك التي اعتمدوها اليوم؟ ألن يؤثر ذلك على موضوع الانتاج وبالتالي توريد الطاقه الكهربائيه؟ لا، حاليا يعني اوروبا اخذت احتياطاتها بشكل كبير بالنسبه لعمليه تخفيض الغاز الروسي. كانت اوروبا تحسب حسابها، والان تتجه نحو عمليه الفحم الحجري او الفحم وعمليه الاخشاب. رجع يعني بدا الاوروبيون حاليا ياخذون احتياطاتهم بتجميع كميات كبيره من الأخشاب من الفحم سابقا لعملية تعويض الغاز. هاي بدأت في أوروبا بشكل كبير، وأنا ملاحظها بشكل كبير. بدأت النقطة الثانية وهي أن هناك أوروبا أصبحت لها رأي واضح أن الغاز الروسي يجب الاستغناء عنه بأي وسيلة كانت، فكانت اتجاهها باتجاه أذربيجان، باتجاه الشرق الأوسط، باتجاه لعملية تعويض ما أمكن تعويضه من فقدان الغاز الروسي. طبعا الآن بنيت في ألمانيا وبنيت في إيطاليا حاويات كبيرة لعملية حفظ الغاز. طبعا وهناك أيضا بدأ الاتفاق بين الجزائر وبين نيجيريا وبين إيطاليا لعملية إمداد الغاز لأوروبا. وهناك أيضا النرويج بدأت بإمداد خط باتجاه أوروبا. فهناك اكثر من طريقه بدات اوروبا تستخدمها بشكل مباشر، يعني لانها حست انها وقعت تحت سطوه الروس، والروس بداوا يبتزون اوروبا بشكل كبير جدا. يعني استاذ منتصر، ذكرتم في كلامكم بدائل الغاز الروسي، ايضا هناك بدائل طرحت من استيراد الغاز كما تعرفون، وانتم ذكرتم ذلك مثلا من اذربيجان او مصر او نيجيريا، ولكن هذه البدائل هل ستحل الازمه قبل الشتاء المقبل؟ تعتقد ذلك؟ طبعا هناك مشكله، لا اعتقد انها يعني بهذا السرعه سوف تكون. انا اتوقع هناك صعوبه ستبدا هذا الشتاء بالنسبه لاوروبا، نعم، ولكن لن تكون بالنسبة التي يتوقعوها، لأنه أوروبا دائما تأخذ احتياطاتها في أي مجال. وأنا بدأت ألاحظ يعني أنها بدأت ترجع إلى العادة القديمة قبل الغاز الروسي، بدأت باستخدام الفحم واستخدام لاتش بطريقة مباشرة. غير هذا يعني أنا أتوقع أن يكون هناك تسريع كبير جدا، يعني القرار اللي اتخذوه الأوروبيين بشكل كبير جدا هذا يذل على أنه أصبح لديهم بديل 100% عن الغاز الروسي، ولا يتخذون هذا قرار إلا إذا كانت لديهم احتياطات 100% أو عندهم بديل 100%. يعني أنا متأكد أن الاتحاد الأوروبي بدأ بشكل فعلي. هناك طبعا هذا سوف يستخدم وقتا كبيرا حتى تستطيع تعويض طبعا الغاز الروسي، لأنه ليس بهذه السرعة طبعا، ولكن لن تكون الضرر بهذا الضرر الكبير جدا. يعني
أستاذ منصور، من الناحية السياسية وأيضا هناك اتهامات متبادلة، كيف ترون استخدام روسيا لورقة النفط والغاز ضد أوروبا في وقت صرح فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي رافروف وقال بأن الولايات المتحدة وبريطانيا أوقفوا اتفاقا لحل الأزمة الأوكرانية؟ كيف يمكن النظر لهذه الاتهامات؟ طبعا روسيا كما يقولون تغني على ليلاها. يعني روسيا تريد أن تفرض أمرا واقعا لمصالحها الخاصة. روسيا بدأت تعاني بشكل كبير من الحرب الأوكرانية. أمريكا وبريطانيا والرئيس الأوكراني طبعا رافضين الشروط الروسية التي تريدها فرض أمر واقع، بقاء هذه الأراضي المحتلة من الأوكرانية تحت الحكم الروسي، فرض تغيير. يعني هناك شروط تعجيزية لا تقبل فيها، وأنا أتوقع ليس فقط أمريكا وبريطانيا التي رفضوا هذه الشروط، ولكن رفض قطع كان من كييف من الرئيس فلاديمير زيلينسكي بشكل مباشر. لن يقبل إلا بالحدود المعترف فيها في 1991. أستاذ منتصر، أظهرت الإحصائيات أن الولايات المتحدة يعني تصدرت دول العالم في موضوع تصدير الغاز المسال على مستوى العالم. في هذا الإطار، هل تعتقد أن أزمة أوكرانيا ستحل قريبا؟ يعني هي أزمة أوكرانيا ليست متعلقة بالغاز أو بالنفط. يعني أزمة أوكرانيا هي أزمة عسكرية، أزمة احتلال، أزمة حرب، يعني بإمكاننا أن نقول حرب عالمية. لأن الأزمة أوكرانيا بدأت بأزمة النفط والغاز، ثم بأزمة القمح، ثم يعني هناك حرب عالمية مخفية تقريبا تطبق بهذا الهاي. وأزمة أوكرانيا ليست أزمة تتعلق بالغاز بشكل فرض، لا بأمريكا ولا بأوروبا ولا بأي، هي حرب قائمة بين أوكرانيا وروسيا، لأوكرانيا لاستعادة الأراضي، وروسيا تريد أن تطبق قانون تعيد للاتحاد السوفيتي أمجاده السابقة. فأمريكا يعني بالنسبة للغاز المسال طبعا هي استغلت هذا النقص الروسي بشكل كبير جدا، وضخت كميات كبيرة جدا من الغاز المسال من الاحتياطي الموجود لديها من الغاز والنفط الصخري والنفط، وضخته إلى أوروبا لتعويض على القليل كمية كبيرة. طبعا هذا أتى بشكل كبير على اقتصادها، يعني بدأ اقتصادها ينتعش، وهذا ما تبين له بين الفرق بين اليورو والدولار. من بروكسل عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منتصر البلبل، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم وسعد الله مساكم.